بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بفعل الخيرات والمسارعة إلى مغفرة منه وجنة عرضها الأرض والسماوات، سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع ولا يسأل عما يقضي ويصنع. ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، البشير النذير والسراج المنير، من أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الليلة الإيمانية الكريمة التي نختتم بها ليالي هذا الأسبوع، الأسبوع الثقافي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنا بهذه الساحة الكريمة، ساحة مسجد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ساحة مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وصلى على جده وكرم وجه أبيه ورضي عن أمه السيدة فاطمة، وصلى على جده ورضي عن آل بيت سيدنا رسول الله أجمعين. ندوتنا هذه الليلة أيها الأحباب تقام تحت عنوان الإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع. يحضر معنا بإذن الله تعالى هذا اللقاء قارئاً الشيخ أيمن منصور، ونسعد بمتحدثينا الكرام الأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام، وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، ومعنا كذلك الأستاذ الدكتور محمد الجبالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ومعنا مبتهلا الشيخ محمود عوض الله. نسعد بالضيافة الكريمة حضور السادة رجال وزارة الأوقاف، فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة جزاه الله خيرا وبارك فيه. يحضر أيضا الشيخ أحمد قاعود مدير عام وسط أوقاف القاهرة، ومع إمامي مسجد سيدنا الإمام الحسين الدكتور مصطفى عبد السلام والشيخ أحمد مكي. أيها الأحباب الكرام، وقت طيب كريم نقضيه في هذه الرحاب الكريمة في طرح قضية مهمة من القضايا التي تهم هذا المجتمع والتي تحتاج إلى الكثير والكثير من المعالجة والبحث عن أسبابها وظواهرها، ثم وصولا إلى حلها. ظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى حل جذري في إطار شرع الله
وفي إطار القوانين التي تحكم هذا المجتمع وتبحث عما فيه الخير للجميع. ندوتنا تحت عنوان الإدمان وأثره المدمر على الفرد والمجتمع، ونستهلها على بركة الله بخير الكلام وأطيبه وأصوبه وأعذبه بالقرآن الكريم. آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أيمن منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. يا تجارة
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت في محكم التنزيل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. استمعنا أيها الأحباب إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا الشيخ أيمن منصور، استهللنا بها هذا اللقاء الإيماني الطيب، استهللنا بها هذه الليلة من الأسبوع الثقافي والذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في هذه الساحة الكريمة، ساحة سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، الحديث حول الإدمان وأثره ومشكلاته وحكمه الشرعي سيحتاج إلى جانبين سنتحدث عنهما. معنا أحد أساتذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر الأستاذ الدكتور محمد الجبالي، وسوف يحدثنا عن الحكم الشرعي أو موقف الشريعة الإسلامية من الإدمان، وكذلك نسعد بحضور أستاذنا الأستاذ الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، سيحدثنا حول قضية مهمة جدا حول الإدمان الإلكتروني. الآن سنقضي هذه الدقائق حول موقف الشريعة الإسلامية من الإدمان وتعاطي المخدرات. يحدثنا الأستاذ الدكتور محمود الجبالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وأوجه عناية حضراتكم إلى أن اللقاء سيختتم بإذن الله بابتهالات وأدعية مع المبتهل الإذاعي والتلفزيوني المعروف المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. أما الآن فنستمع إلى الأستاذ الدكتور محمد الجبالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، يسعدني ويشرفني في هذه الليلة الطيبة المباركة أن أكون في هذا البيت الطاهر سيدنا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن جده صلى الله عليه وسلم، كما يسعدني أن أكون في معيد سعادة الأستاذ الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام الأسبق ووزير الإعلام، كما يسعدني أيضا أن أكون في معية نخبة من السادة علماء الأوقاف، وإنه لتقليد جيد أن تقوم وزارة الأوقاف بإحياء مثل تلك الليالي المباركة، وتقليد جيد أن تختار لهذه اللقاءات من الموضوعات
ما له علاقة قريبة بالمجتمع. فأشكر معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده الطيبة المباركة في وزارة الأوقاف. أما عن الموضوع الذي نتحدث عنه فهو موضوع قديم وجديد، حيث نقرأ جميعا قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرته المباركة التي جاءت دائما توضيحا لما جاء في القرآن مجملا ومفصلا، إذ يقول صلى الله عليه وسلم في شأن الخمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وإننا إذ نجد أن هذه الظاهرة يقع فيها الكثير من شباب الأمة، والشباب كما نعلم هم سلاح الأمة وركن الأمة الركين وسواعدها القوية، هم الحاضر والمستقبل. لذلك فطن أعداء الدين وأعداء الوطن لهذه القضية، فعملوا على إغراق مجتمعاتنا بالخمر ومسمياته المتعددة، بغيا منهم أو رغبة منهم في القضاء على قوة الشباب الذي تعول الأمة الإسلامية عليها كثيرا. يريد أعداء الدين والوطن أن يغيبوا عقول هؤلاء حتى ينصرفوا إلى الهدف المنشود الذي تعقده الأمة على الشباب، فتفسد عقله. ونحن نعلم أن العقل ميزة كرم الله بها سبحانه وتعالى الإنسان، وفضله بالعقل على كثير ممن خلق تفضيلا، امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وحق لهذا الإنسان أن يفخر بهذا التكريم الإلهي، لأننا إذا لم نكن عند حسن ظن الله بنا في هذا التكريم لا أبالغ إن قلت أننا نكون كالأنعام بل أضل سبيلا، إذ الأنعام لم ترتكب ذنبا واحدا ولم تحدث خطيئة. فالعقل أيها الإخوة الأحباب هو الذي يميز به الإنسان الخير من الشر، هو الذي
يحقق به الإنسان ما يحبه ويتجنب به ما لا يحبه. ولذلك علمنا أن العقل هو علامة من علامات التكليف، كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التكليف يتوقف على عدة أمور، منها العقل، فإذا زال العقل زال كل ما هو مأمول من هذا الإنسان. فضلاً عن ذلك، فإن العقل هو أحد الكليات الخمس، أو أحد الضرورات الخمس أو الست التي تكلم عنها علماء الأوقاف وأضافوا إلى الخمس السادسة، وهي بالفعل تتعلق بالوطن، ولا يمكن تحقيق الكليات الخمس إلا إذا كان هناك وطن. ولذلك كان من مقاصد الشريعة الإسلامية، بل كل الشرائع السماوية إنما جاءت لحفظ تلك الكليات: الدين والنفس والعقل والمال والعرض، ويضم إليها الوطن. لذلك جاء التشريع الإلهي بما يحفظ لتلك الكليات الوجود، فشرع حد السرقة، شرع حد الزنا، شرع حد الشرب، شرع حد القصاص إلى آخره. إذن شرع الله تبارك وتعالى من الحدود، من العقوبات، ما يحفظ تلك الكليات الخمس التي لا تستقيم الحياة إلا بها. ومع ذلك فإننا نجد الكثير من شبابنا، بل أحياناً من شيوخنا، يعطون للعقل أمراً ما ينبغي أن يكون، يعطون لقواعد الشريعة أمراً ما ينبغي أن يكون، فيهمل العقل، ومن ثم يلجؤون إلى ما يفسد هذا العقل وما يقضي على هذا البنيان اللي هو الجسد. ونحن نعلم أن الجسد هو بنيان الرب ملعون من هدمه، ولا شك أن متعاطي المخدرات سواء كانت مشروبة أو محقونة أو كذا أو كذا تدخل تحت مسمى الخمر. تناسينا أو تناسى الشباب الذين أعطوا ظهورهم لتعاليم الشريعة أن الشريعة الإسلامية موقفها صريح وواضح من كل ما يفسد العقل. يتجلى ذلك واضحا عندما يسأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نعيش في أرض باردة، نعيش في أرض جوها بارد، ونعالج فيها أعمالا شديدة، ونصنع من هذا القمح شرابا نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فهل في ذلك حرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو أم لا؟ قال: هو مسكر. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن فاجتنبوه، إذن فاجتنبوه. وهنا نوضح أن
الحرمة ليست قاصرة على الخمر، ولكن الحرمة تشمل كل ما يشارك الخمر في العلة، من تناول الحقن أو تناول المشروب أو تناول المشموم أو تناول ما ينضر، كل هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه. إذن قاعدة أن الخمر محرم لذاته قاعدة لا يمكن أن نقول بها، ولكن نقول العلة المشتركة بين مشروب ومشروب هو السكر أو عدم السكر، فإذا تحقق السكر فإنه يكون محرماً. تعاطي المخدرات بكل أنواعها محرم، نهت الشريعة الإسلامية عنها نهياً شديداً، وبيّنت أن هناك عقوبات صارمة شرعية لمن يتعاطى تلك المخدرات، منها مثلاً أن شارب الخمر في الدنيا إذا مات ولم يتب فهو في النار. منها أيضاً ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر يشترك معه في الحرمة عدد كبير من الناس، لعن الله شارب الخمر وعاصره ومعتصره وبائعه ومبتاعه إلى آخر تلك الأصناف. أضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان حينما يتناول الخمر فإنما ينسلخ عن إيمانه أو ينزع عنه الإيمان، تأسيساً لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شارب وهو مؤمن. بل إن سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بيّن أن الخمر مزيل للمروءة، عندما سأله سائل هل شربت الخمر في الجاهلية؟ قال معاذ الله. قالوا له لماذا؟ قال أصون عرضي وأحفظ مروءتي. فالخمر مضيع للعقوبة ومضيع للمروءة. وعن عمر رضي الله عنه قال إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر هي مفتاح كل شر وهي أم الخبائث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور محمد الجبالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حدثنا حول موقف الشريعة الإسلامية من الإدمان وتعاطي المخدرات، وعرفنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا فيه خير لنا وللبشرية إلا أمرنا به ودلنا عليه، وما ترك شيئا فيه شر لنا وللبشرية إلا نهانا عنه وحذرنا منه. وخلف من بعده مدرسة نجومها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلموا من رسول الله واقتدوا به وصاروا نجوما يتألقون، ووصانا عليه الصلاة والسلام باتباعهم والاقتداء بهم أيضا، فقال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نحن معكم أيها الأحباب هنا في الليلة الختامية لهذا الأسبوع الثقافي،
الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، وشيخ أحمد قاعود مدير عام وسط أوقاف القاهرة. أيها الأحباب، إذا كنا تحدثنا عن الإدمان بشكله التقليدي كما هو معروف، فهناك جانب مهم لا يجب أن يغفل أبدا، بل يجب أن نتعرف عليه وأن نتدارسه ونستمع فيه بجدية إلى المعنيين بهذا الأمر. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة أحد أعلام الإعلام المصري والعربي. إذا سألنا أنفسنا ما معنى الإدمان الإلكتروني وما هي أسبابه وما هي طريقة العلاج، ثم القضية المهمة المعني بها ضيفنا الليلة، ما هو دور الإعلام، ما هو دور وسائل الإعلام في حل هذه المشكلة، مشكلة الإدمان الإلكتروني وعلاجها. معنا الأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام، وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بداية أقدم خالص شكري وامتناني لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دعوته الكريمة لي للتحدث لحضراتكم في اختتام الموسم الثقافي أو الأسبوع الثقافي للوزارة، والذي نشرف بأن يقام في مسجد سيدنا الإمام الحسين. أشكر حضراتكم وأتمنى أن لا أكون ضيفا ثقيلا، وسوف نتحدث عن موضوع ببساطة. كلمة الإدمان هو أن يعتاد الشخص على شيء ما، في الشرب، في الأكل، في السلوك، ثم من كثرة الاعتياد عليه لا يجد مفكا منه، لا يستطيع أن يخرج منه. والإدمان أنواع. تحدث فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الجبالي عن الإدمان المسكر والمخدرات وكل ما يتناوله الشخص ويؤثر على كرامته وعلى وعيه وعلى سلوكياته، ومن ثم فقد حرمه الإسلام، بل وحرمته الشرائع السماوية جميعا. تناول الخمر غير مسموح به في كل الشرائع السماوية. الشخص المدمن يكرر نفس العمل والسلوك، بعد فترة لا يستطيع أن يتخلى عن هذا العمل الذي هو يعرف أنه يضره، وهو يعرف أنه يغيبه عن وعيه وعن مجتمعه، ولكن لا يستطيع أن يفر منه أو يهرب منه. إدمان المخدرات نوع من أنواع الإدمان. إدمان السلوك نوع من أنواع الإدمان. إدمان القمار، إدمان الجنس، إدمان التسوق، إدمان المعصية هو إدمان سلوكي، نوع من السلوك. لكن علينا أن نبحث، هل الإدمان جريمة والمدمن مجرم، أم هو ضحية ومريض؟ الأطباء يقولون أن المدمن مريض ويجب أن يعالج، ونأخذ بيده لكي يتعافى وينخرط مرة جديدة مع المجتمع. لكن إذا عملناه على أنه مجرم سوف نضره ونضر المجتمع، هو مريض فلا بد أن يعالج ويخضع للعلاج، لأن الإدمان بكل أشكاله يدفع الإنسان إلى ارتكاب الجريمة، إلى إهمال النظافة الشخصية، إلى فقدان القدرة على التركيز، إلى السلوك العدواني، إلى انخفاض مستوى التعليم والمستوى المهني لمن يقوم بهذا العمل.
بل أنه يؤدي إلى إنفاق المال بكثرة عشان يوفرها فيسرق أو يستلف أو يحتال أو ينصب، مشكلات كبيرة جدا للإدمان. لكن بتطور تكنولوجيا الاتصال ظهر نوع آخر من الإدمان، وهو الإدمان الإلكتروني أو إدمان الموبايل أو إدمان تكنولوجيا الاتصال. حضراتكم عارفين وسائل الإعلام اللي بتشوفوها أو بتسمعوها، الراديو والتلفزيون والإنترنت. ظهر الراديو في بداية العشرينيات من القرن الماضي، لكن خد 40 سنة عشان يصل الناس اللي عندهم راديو إلى 1,000,000 واحد على مستوى العالم. 40 سنة كان انتشاره بطيئا جدا. التلفزيون لما ظهر خد 13 سنة عشان يصل عدد مستخدميه أو ملاكه إلى 1,000,000 واحد عبر العالم، لأنه في الأول كان غالي جدا ومحدش يقدر يوصل له ومش كل الدول عندها كهرباء وكده. لكن شبكة الإنترنت خدت 4 سنين لكي يصل عدد المستخدمين لها إلى 1,000,000، يعني مجرد كانت فكرة بس هوب 1,000,000 واحد في 4 سنين بقوا بيستخدموه. النهاردة عدد سكان مصر كام؟ 100 مليون اللي حصروهم، وفي 4 يبدو كمان في النص، 104 اللي بيستخدموا الانترنت 76.5 مليون، يعني تقريبا 3/4 سكان مصر يستخدمون الانترنت. واستخدام الانترنت شيء عظيم جدا لانه يفتح لنا المجال والثقافه، ونطلع على ثقافه الاخرين ويتعلم حاجات كويسه، وفي نفس الوقت بنتعلم حاجات وحشة إنما بنتعلم منه، ما نقدرش نقول إنه اختراع سيء أو اختراع جيد. لكن العالم لما بدأ يدرس لقى إن 61% من مستخدمي الإنترنت يدمنوا عليه. يدمنوا عليه يعني إيه؟ يعني بيقضي من 10 لـ15 ساعة على الموبايل، وده بيؤدي إلى مشاكل كتيرة جدا. كل أسرة، وحضراتكم أرباب أسر، أنت قاعد في البيت وماسك الموبايل، والمدام بتاعتك ماسك الموبايل، وابنك ماسك الموبايل، وبنتك ماسك الموبايل، وكل واحد في عالم تاني، في عالم افتراضي. لكن ولا واحد من الشباب أو الأطفال بيقعد مع باباه ومامته ساعات كما يجلس أمام الموبايل. الخبراء والعلماء في العالم سموا ده إدمان، سموا ده إدمان، ولقوا إنه 60% من المدمنين على استخدام الإنترنت من السيدات أو النساء أو الإناث، و 55% من الذكور. في المجتمعات التقليدية اللي بعض التحفظ على سلوكيات البنات أو كده بتبقى أكثر، ما بتخرجش ما بتسهرش، فبتاخد الموبايل او الانترنت وسيله لان تصنع لها اصدقاء واصحاب كده. الولاد عشان عندهم فرص اخرى يخرج ويقعد على القهوه ويلعب كوره، فممكن يبقى اقل، لكن نسبه قريبه من بعض، 55% و60%. طيب الادمان الالكتروني، إن إحنا واحد ربنا رزقه رزقا طيبا فعايز يوسع على أولاده فجاب له موبايل هدية إنه نجح، لكن نادرا ما يقوم بمتابعة استخدام هذا الابن للموبايل. بيستخدمه إزاي؟ بيعمل بيه إيه؟ بيشوف إيه؟ بيصاحب مين؟ مين أصدقائه؟ زي ما احنا بنقول من اصدقائك اللي بتخرج معاهم، كمان من اصدقائك على الفيسبوك، من اصدقائك على تويتر، اللي هم اللي بيسموها الفيرتشوال فاميليز، الاسر الافتراضيه. كل الشباب عندهم اصدقاء، او سالنا اي واحد عندك كم واحد على الفيسبوك عندك؟ 3000 و5000. لو سالته اولاد عمتك اسمهم ايه؟ مش عارف.
اخر مره شفت عمتك امتى؟ من حوالي العيد اللي فات رحنا زرناها. لكن صحابي كل طول النهار معايا، والصحاب دول فيهم صحاب حقيقيين وفيهم حاجه بيسموها الفيك فريندز، يعني اسماء هي بتقول لك انا زينب عبد الفتاح. هي زينب ولا ايه؟ ما تعرفش، ممكن يبقى باللي جنبك او ابن البواب اللي جنبك وبيعمل لك نيك نيم، يعني اسم ايه متخيل، لكن انت تعيش معه وتبعت له حاجات ويبعت لك صور وتبعت له صور، كوارث بتحصل. ادى هذا الى امراض اجتماعيه اخرى، ادت الى انسحاب الشباب من المجتمع، لا يشارك الاسره في قضاياها، لا يشارك اخوه ولا اخته في انه يعاونها او يساعدها، يبتعد عن الأب يبتعد عن الأم، ثم يخلق له عالما افتراضيا يغيبه عن مجتمعه ويغيبه عن واقعه الذي يعيشه، فيعيش وكأنه بيحلم، بس حلم جميل بالنسبة له، حلم لطيف، صحابي معايا وبصر معاهم وبغني وببعت لهم الصور والحاجات دي. كتر استخدامه سماه العلماء إدمان، وإدمان يجب أن يعالج ويجب أن نتابعه، لأنه الشباب بيقعد أكتر مع النت أو مع مواقع التواصل الاجتماعي أكتر ما بيقعد مع أصحابه الحقيقيين أو ماما بابا أو مامته. بعض الإحصائيات اللي بتقولها الدراسات العالمية وبتنطبق على مجتمعنا، الفئة العمرية من 13 ل 17 سنة هم الأكثر استخداماً وأكثر إدماناً للإنترنت، وهو الفترة الزمنية الخطيرة في حياة الشباب. من 13 ل 17 سنة بدأ يحس إنه راجل، وبدأ يحس إنها بنت، وبدأ يحس إنه ليه أصدقاء وعايز يستقل بنفسه وعايز يشوف، وبيشوف صحابه عايشين إزاي وبيصرفوا قد إيه وبيتفسحوا إزاي، فهو مش راضي عن نفسه. حتى المجتمعات لما بتتفرج على ما ينعم به الآخرون بتقول لك احنا عايزين من ده برضه. طب كل مجتمع ليه ثقافته، كل مجتمع ليه قدراته، كل مجتمع ليه اقتصاده، لكن هذا الانفتاح الواسع على العالم خلى ثورة الآمال تزداد لدى الناس، فإن لم يتحقق لهم ما يطالبون به تحصل عندهم ثورة الإحباط، بحيث ان هم محبطين بيزعلوا جدا. ظاهرة أشار إليها علماء الاجتماع وهي ظاهرة الخرس الزوجي. الخرس الزوجي، واحد بيجي بالشغل تعبان مش طايق حد يكلمه، المدام حطت له الأكل كل مش عايز حد يبص فيها، وبعدين فتح الموبايل وقعد مع صحابه في شغله أي حاجة، لكن مش بيكلمها خالص، بيفوت ست ساعات ولا خمس ساعات ولا العشاء، يحط العشاء ويدخل ينام. طب وانا فين من حياتك؟ او هو فين من حياته؟ كلام على النت اكتر من كلام مع الابن، واكتر مع كلام مع بنتك، واكتر كلام مع الزوجه، ده ادى هذا الحاله من الخرس، وتقول له ما انت لسانك قد كده وسامعك في الموبايل بتتكلم، اللي ما قلت لي كلمه ولا قلت لي الطبيخه كويسه ولا قلت لي اكله حلوه ولا قلت لي تسلم ايديكي ولا حاجه، انما قاعد تشكر على الموبايل. ده بيؤدي لنوع من تفسخ العلاقات الزوجيه والعلاقات الأسري. طبعا في عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ينبغي أن ننتبه إليه، مواقع إباحية ومواقع تقدم الجنس ومواقع تقدم كوارث، لابد أن نعيننا على شبابنا، نديهم الموبايل ونجيب لهم ونحدث الموبايل ويبقى آيفون 160 وآيفون 190، بس يعني كمان عليه بتشوف إيه، بتعرف إيه، تعال نلعب أنا وأنت، تعال نشوف بنعمل ايه. يعني العلاج ده تربوي يجب انه احنا نشتغل عليه. طب ايه اللي بيؤدي الى الادمان بصفه عامه؟ الادمان المخدرات وادمان الانترنت. كل العلماء بيقولوا اول سبب اصدقاء السوء اللي بيجروا رجل واحد او بيجروا لاول مره بيدوا له حتى المخدر مجانا اول مره وتاني مره ببلاش وتالت مره ادمن، بيقولوا له هات بقى فلوس، معهوش فلوس، بيع هدومه، ما فيش هدومه، بيسرق باباه، تبقى كوارث. رخص اسعار المخدرات في ظل المنافسه الشديده، زي ما الاستاذ الدكتور
محمد قال انه القوى التي تريد انها تسيطر على دوله ولا حاجه بتغرقها بالمخدرات وتخرج الشباب بتاعها، فالمنافسه دي بتخلي السعر ايه يقل، فالناس بتقبل عليه عشان يدمنوا وبعد كده يرفعوا السعر. فانت تصرف بقى هتجيب الفلوس ازاي؟ الافكار الخاطئه عن مزايا الادمان. في بعض الشباب عندهم انك لو ادمنت هتبقى ايه سوبر هيرو، يعني بطل عظيم جدا، وقوتك هتبقى ايه وقدراتك الجنسيه هتبقى ايه. اخطاء افكار خاطئه عن الادمان. دور الاسره اما بالتدليل الزايد عن الحد او بالقهر. لا تعامل اولادك بقهر وضغط نفسي، ولا تعاملهم بانك تفرط في انك تديهم فلوس كثيره وما تتابعهمش، لازم تشوف هم بيعملوا ايه. اشارت ايه ايضا غياب القدوه الحسنه، القدوه والاسوه الحسنه. ما هو الاب اللي بيشرب سجاير ما يقدرش يقول لاولاده ما تشربش سجاير، كنت انت بتشرب، ما من ده اعلى كده، ما تقدرش تقول له. غياب القدوه. وسائل الاعلام، يتهم البعض وسائل الاعلام على انها كانت احد اسباب الترويج لفكره الادمان وزياده. ما نقدرش نقول ده صحيح، لكن ما نقدرش نعفيها تماما، لان الافلام والدراما اللي بتقدم لنا المجرم او البلطجي او اللي بياخد حقه بدراعه هو البطل طول الفيلم، ما هو بيخلي الشباب يقول عايز اعمل من ده اللي هو نمبر 1. مين نمبر 1؟ نمبر 1 اللي بيشرب مخدرات، نمبر 1 هو اللي بياخد حقه بدراعه وبيستخدم الايه السيف وبياخد بيشتغل بلطجي. اذا وسائل الاعلام عندما تعالج هذه القضايا تحتاج الى نمرة واحد او رقم واحد، ان تتعامل مع المدمن على انه مريض يجب الاخذ بيده ومعالجته واعادة تأهيله نفسيا واجتماعيا. ده نمرة واحد. ثلاثة، ان تشرح عيوب الادمان بشكل مبسط للناس، انك لو عملت كده ممكن تدي لك قدرة جنسية مرة اثنين ثلاثة اسبوع شهرين وبعد كده انسى، حاجات كده. اذا دور وسائل الاعلام دور مهم في ترشيد عرض الافلام او البرامج التي تحض على ارتكاب الجريمة او على تعظيم المدمن او تعظيم شأنه وعدم الافراط في السخرية من الطبيب النفسي او الطب النفسي، لأن الطب النفسي مهم جدا في علاج المدمن، سواء المدمن للمخدرات أو المدمن لتكنولوجيا الاتصال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، شكرا والسلام عليكم. الأستاذ الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام، وزير الإعلام، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، يعني أنا أعرف أن عنده الكثير والكثير ويحتاج من في الوقت إلى ساعات، لكن يسامحنا وسامحونا محافظة فقط على يعني وقتكم وجهدكم معنا. حدثنا أستاذنا الفاضل يعني في جزء بسيط، الأمر يحتاج إلى الكثير والكثير ربما في لقاءات قادمة إن شاء الله، عن مشاكل الإدمان الإلكتروني، أسبابه وطرق علاجه، ومن المنوط به أو المسؤول عن المشاركة في هذا العلاج. هذا الأمر يجعل من قضية الليلة أهمية كبرى للتعرض إليها دائما ومناقشتها وتحديد أسباب هذه الظاهرة وصولا إلى طرق العلاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يهدي أبناءنا وشبابنا وبناتنا وكل أهلنا، وأن يكفينا شر أصدقاء السوء وبطانة السوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا أيها الأحباب، في الليلة الختامية للأسبوع الثقافي الذي يقام برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف هنا في هذه الساحة الحسينية في مسجد سيدنا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، الآن حان ونحن في هذه الساحة الطيبة الكريمة أن نرفع أكف الضراعة والابتهال والرجاء إلى الله سبحانه وتعالى. هو القائل عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وهو القائل سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معنا الليلة المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله. لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. يا ربي صل على النبي وآل بيت سيدنا النبي. أكرم بفضلك جمعنا واغفر إلى واشف مرضانا وارحم أمواتنا ولا تخيب بفضلك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا حبيبي. يا سيدنا النبي حبيبي يا حضرة النبي من مكة النور حتى حتى نفحة الغار يأتي الخلاص وما قد قدر الباري هلت بطلعته السمحاء واكتملت رؤى تسامت على إشراق أقمار حيث البشائر عمت كل منتظر جاءت لتعلن عن ميلاد من مكة النور حتى نفحة الغار يأتي الخلاص وما قد قدر الباري هلت بطلعته السمحاء واكتملت رؤى تسامت على إشراق أقمار حيث البشائر عمت كل منتظر جاءت
لتعلن عن ميلاد مختاري حبيبي يا سيدنا النبي. وامضوا البهاء أضاء الكون مبتهجا وظلمة الليل قد ولت لإدباري سحر الفصاحة بالإعجاز توجها وجوهر القول محفوف بأذكاري. هو اليتيم، هو اليتيم بكف اللطف تعهده للطفل يهفو يواسي دمعه الجاري. عاش الفقير الذي رقت مشاعره سيدنا النبي. عاش الفقير الذي رقت مشاعره بالعطف يحلم يكسو الجائع العاري. أعطى التي وعدت حقا فليس لهم طمس التي وصفت بالعيب والعاري. يهدي العقول التي تاهت بمنطقها يدع الأنام لدرب النور للنار. في آل بيتك تسمو كل مكرمة وينطق الطهر في تجسيد آثاري. وإن قدرك فوق الشعر أجمعه زادت خصالك ضاقت كل أشعاري. يا صاحب القبة الخضرة الله هل علينا بالنظرة. هز الهلال يا ابن الزغراء واعطي لكل محب مناه. كل من يدعو بطه فهو في حصن القوي حسبه دنيا وأخرى حسبه آل النبي. سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة توردنا بها حوضه الشريف وتسقينا بها من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تجمعنا بها وتجعلنا في صحبته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. عشنا في رحاب الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، اختتمنا بها هذه الليلة الكريمة التي اختتمنا بها الأسبوع الثقافي والذي نظمته وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، هنا في رحاب وفي ساحة مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. أيها الأحباب الكرام، قضايا مهمة جدا وخطيرة وظواهر تطرح للنقاش والحديث وصولا إلى الحل، فهذه القضايا التي هي في مصلحة الفرد والمجتمع، شكرا لمن حرص على طرح هذه القضايا المهمة للدراسة وللنقاش، شكرا لمن يساهمون معنا في طرح هذه القضايا وفي مناقشتها وحلها، شكرا معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ولكل القائمين على هذا الأمر فجزاهم الله خيرا. سعدنا بحضراتكم خلال هذه الليلة، نيابة عنكم أتقدم بقالص الشكر لضيوفي الأعزاء الأفاضل، القارئ الشيخ أيمن منصور، الأستاذ الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام وزير الإعلام الأسبق، الأستاذ الدكتور محمد الجبالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. سعدنا بحضور فضيلة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، الشيخ أحمد قاعود مدير عام وسط أوقاف القاهرة، والمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. شكرا لحضراتكم جميعا، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بإذن الله، لكم منا أطيب التحية.